لكن انا بتكلم عن حاله القطار نفسه. انا عارفه ان ده محتاج يا فندم تمويل كبير عشان ابقى امينه. غير التمويل، هو احنا عندنا في العربيات دي بيخش دوري كل 3 شهور، وفي بتخش تجديدات وتطوير. العربية بتطلع من الدوري بحالة كويسة جدا للتشغيل. أثناء المسير حضرتك زي ما أنت شو ما هتشوف، لو شفت لو الفيديو هتشغله، تحديث الإزاز، لو الإزاز ده ما بيكسرش من الطوب وهو ماشي، القطر هيفضل سليم. وأنا بناشد جمهور الركاب من هنا، القطر ده قطر خاص بتاعهم هم، إحنا شغالين تحتيهم تحتهم. يعني إحنا بنشتغل في المرفق عشان نريح جمهور الركاب. فاحنا لا، ما هو معلش يا فندم، من يثبت تورطه؟ ما اصل احنا لو مش عارفين قيمه المرفق ده وانه بيخدمنا كلنا، يعني لما حد يدخل كده ويخبط الازاز ويكسره، لا يا فندم، يتم القبض عليه واحالته للتحقيق وللنيابه عشان حضرتك افسد ده هذا. بيبقى واقف في مسافه بين محطات، بين محطات، ما بيقفش في محطه عشان يضرب ويجري. مين اللي بيضرب ده؟ اطفال اطفال؟ في الشوارع مش الركاب. طيب يعني هذيك في فيديو احنا جبناه، في فيديو احنا جايبينه عنده. طب نشوفه يا جماعه في فكره التكسير. طيب انا بس عايزه عشان ابقى امينه برضو، الناس بتدفع يعني فلوس عشان تتلقى خدمه. جنيه الطريقه اللي حضرتك عملت بيها الجنيه، جنيه انا بقول لك يعني شوف الاصل حضرتك التذكره بجنيه، المسافات ما بين وجه بحري و جميع الضواحي بجنيه. يعني احنا من سنة 1998 التذكرة ثابتة ما زادتش. وخليها ثابته والنبي، كفايه اللي ما هتعملوه، انا احنا هيعملوه فينا في هتفكروا، المترو. خلونا، اصل القطاع ده قطاع يمس حياه الناس البسطاء زي ما حضرتك عارف. وبعدين حضرتك مش كل العربيات كده على فكرة. يعني مش كل دي عربيات ضواحي. واحنا احنا داخلين في خطة لو هنتكلم فيها ايوه يا فندم، اتفضل. هنقول لحضرتك ايه اللي هيحصل. يعني طب اتفضل. يعني حضرتك دلوقتي احنا داخلين في، احنا اتكلمنا في العامل البشري وخلصنا العامل البشري، عايزين بقى نتكلم في خطة تحديث وتطوير نظم الإشارات. الهدف من تحديث النظام هو التحويل من النظام الميكانيكي والكهروميكانيكي إلى نظام إلكتروني عالمي اللي هو الـ EIS. ده أكثر أمانا لمسير حركة القطارات. النظام ده، اشرح للناس يا فندم، واكثر امانا ليه؟ النظام ده هيبقى كله الكتروني، يعني التدخل البشري فيه ضعيف جدا، فبالتالي يكون اكثر امانا. هيبقى فيه نظام اشارات جديد، هيبقى فيه ملفات ارضيه جديده، هيبقى كله مشروع كله جديد. هيكون داخل فيه برضو المزلقانات، هيخش نفس السكشن اللي احنا شغالين فيه حاليا دلوقتي. يعني شغالين دلوقتي بين عرب الرمل اسكندريه، حاليا بنطور الخط ده ودخلنا محطه اويسنا دلوقتي الخدمه، مشروع جديد دخلنا بركه السبع الخدمه، وان شاء الله هندخل اتقال بارود في نص 12. ده مش وبعد هو ده الفي اي بي، دي خدمه الفي اي بي، ده وبعد هنتكلم فيها بقى لاحقا، بس خلينا بعد اتقال هندخل ان شاء الله كفر الزيات لحد ان شاء الله ما نوصل لاسكندريه. النظام ده هيكون نظام امن جدا، وهنغير نظم الاشارات بتاعته الارضيه. وفي نهايه المشروع من القاهره لاسكندريه في مبنى بيتبني اسمه مبنى سي تي سي، هيبقى التشغيل مركزي من السي تي سي ده من القاهره لاسكندريه، تبقى شايفه القطارات ماشيه على شاشات. كويس قوي. ده لا، ده بقى كلام تاني، ده محطه مركزيه هتتعمل لاداره الخطوط من القاهره الى الاسكندريه. تمام تمام ده امتى يا فندم متوقع انها تدخل خدمه؟ ان شاء الله يعني 2020 هيكون خلص خط كله ان شاء الله باذن الله. تمام يا فندم، يعني عرب الله من اسكندريه هيخلص يناير 19، ان شاء الله يا فندم. القاهره بنها اللي هو السكشن اللي بعد منه هيخلص 2020، ومبنى السي تي سي دلوقتي شغالين فيه على اساس نشغل بعد كده. ده يبقى تشغيل مركزي بالقاهره. يبقى التحكم الكامل في غرفة العمليات في القاهرة. بالقاهره. تمام يا فندم. طيب أنا مهتمة قوي بخطوط الصعيد وبخطوط الوجه البحري. بالنسبه للصعيد حضرتك احنا شغالين، ده اول سيكشن اللي احنا شغالين فيه أول قسم. اللي هو القطاع اللي هو عرب الله من اسكندريه. شغالين حاليا برضو في قطاع بني سويف اسيوط،
بنفس نفس الشغل بتاع كويس قرار قوي. الاسكندريه. السكشن بين القاهره بين السويف ده كهرباء حاليا، بعد بين السويف ده ميكانيكا. يعني دلوقتي شغالين بين السويف ايه الفرق السوق. بين الكهرباء والميكانيكا؟ الميكانيكا اللي هو النظام بتاع القديم بتاع زمان، اللي هو بتاع الاشارات الميكانيكيه، السمفورات اللي هي الميكانيكيه. بتعتمد على الشخص اللي ينزلها او يطلعها، عشان كده بيتاكد في تحقيقات وكيل النيابه هل نزل اللي هو الملونات اللي بتبقى في البلوكات دي، يعني حضرتك بتحاول تقلل من العنصر البشري في الموضوع. والامان. ما هو ده لحق الامان الكترونيا. احنا كده شغالين في بني سويف اسيوط، ان شاء الله برضه هيسلم في يناير 19. كويس قوي يا فندم. امبارح يعني مضينا كام التعاقد. سنه وشويه. امبارح اتمضى التعاقد بين مصر وشركه اسبانيه. شايفه التعاقد، الاخبار الخاصه بهذا التعاقد. بين اسيوط نجا حمادي لنفس المشروع الاشارات برضو ان شاء الله، ومده التنفيذ 3 سنوات. ده الاستخدام وتطوير القطاعات في تحديث بني سويف اسيوط. تحديث تحديث، وبني سويف اسيوط وبنها الزقازيق وبورسعيد لتطوير 172 مزلقان وعمل 17 محطه ومحطه مركزيه في مدينه سوهاج. يعني هنا احنا متجهين ناحيه المحافظات، جزء منها بحري وجزء منها. احنا شغالين كده حضرتك، بني سويف اسيوط، اسيوط نجا حمادي. في حاليا دلوقتي في دراسات شغاله بين نجا حمادي الاقصر. في نفس الوقت شغالين برضو في دراسات مع شركات اللي هو القاهره بورتوس، خط المناشي، والقاهره الجيزه، وشبين القناطر الزقازيق، وبنها الزقازيق اسماعيليه بورسعيد، كويس. والسيكشن بتاع ابو كبير الزقازيق. ده اللي هو السريعة ولا اللي هي النقل الصغير بين المحافظات؟ وحضرتك شبين القناطر الزقازيق ده فروع فرعي، لكن بنها الزقازيق اسماعيليه بورسعيد ده خط رئيسي. طيب باشمهندس، حضراتكم حاطين الخطوط اللي عليها طلب اكتر مستهدفينها الاول ولا حسب ايه المعايير يعني؟ يعني حضرتك احنا دلوقتي شغالين في الخطوط الرئيسيه، ونكهرب الخطوط الرئيسيه كلها عشان نسد طاقة الزحام الشديد في الوجه القبلي، وبعد كده تدريجي هنبدأ نخش في الفروع في الفروع. إن شاء طيب الله.